التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ مرحبا، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج الثانيه، برنامج الفلاحه والفلاحه. نحييكم الكل، بارك الله فيكم على المتابعه. هذا البرنامج المختص في الفلاح، يدوم تقريبا ساعتين كل نهار احد معكم. ان شاء الله ربي يوصل بسالم، ان شاء الله ربي ينزل البركه، ان شاء الله العام صابه لكل الفلاحه، لكل متابعينا ولبلادنا زاده. يا ربي. مساء الخير الفه. ابو بكر، اهلا وسهلا. الحلقه هذه باش تكون اساسا على الاجريتك، الفلاحه الذكيه والتكنولوجيا في الفلاح. دونك كيفاش العالم دخل التكنولوجيا في تونس؟ عنا محاولات، عنا برشا افكار في توظيف التكنولوجيا للفلاحه، في التسويق، في الانتاج، في المراقبه، في كيف الامراض كذا. دونك برشا تجارب قاعده تصير، مي كونكريتمون على ارض الواقع، على هل انه التكنولوجيا مفعله فعلا والا لا؟ تنحكيو في بعض الجوانب نتاع الافكار الموجوده اليوم على الساحه. من بعد شويه باش نتابعوا زاده انطلاق موسم الحصاد، باش نمشيو مع فلاح ونديو شويه القمح، مازال شويه بدا في القروان في بعض البلايص اللي سخونه، مي مازال شويه. دونك توا فتره الشعير، القرد صايب كمل، مازال شويه في الرباط، الكولزا اللي تقريبا زاده وفات بريس كملت، باش نتابعوها ان شاء الله في الحلقات الجايه بحولها. الكولزا مهمه برشا بالنسبه للموسم تاع السنه، وعطات في بعض البلايص روندمون هايل برشا، وصلت حتى ل 30 قنطار في الهكتار. 30 قنطار، ايوه، معناها روندمون باهي. الفول كيف زاد وفال، الحلبه زاد كيف. دونك توا نستناو في القمح، وان شاء الله يا ربي العام صابه، وان شاء الله تقديرات الوزاره والدوله يطلعوا صحاح، خاطر جوسكا بريزون مازلنا بعد شويه تقديرات، مازالوا بعد شويه اون كروازي دوا. ان شاء الله تكون بالنسبه للفلاحه الذكيه ابو بكر، نحاولوا نشوفوا امثله نتاع مشاريع اللي دمجوا ما بين الفلاحه والتكنولوجيا، معناتها لاغري تكنولوجيا. بيان سور في الاخر باش نكملوا مع ختامها مسكن مع فقره البستنا مع الجارديناج. دونك هذه تقريبا حلقتنا، ما تنساوش مع نصائح شركائنا في الخضر، في تربية الماشية، في غيره. تابعونا من هوني حتى الآخر البرنامج. دونك واحد من أكثر الأسباب اللي مشكلة عند الفلاح اليوم، الحلقة اللي فاتت مشينا لمارشي دو جرو كنتذكر، وشفنا سلعة تمشي لمارشي دو جرو لين توصل، بعد الفلاح يقول شبيني بعت بالسوم هذا، المستهلك يقول هاو، الفلاح يقول أنا خاسر وبعت بالسوم هذا، شبيه وصلتي بالسوم هذا. اليوم فما أن بروجي، هو مشروع أو مش نتفرجوا فيه توا، اللي حاب يعمل دونك في اطار التكنولوجيا في الفلاحه. اش حاب يعمل؟ حاب يربط الصيله بين المنتج المستهلك من غير ما نتعداو بوساطه حتى حد. دونك المنتج يقدر الصابه نتاعو، يقول عندي صابه، يحطها للبيع على الموقع هذا، على الابليكاسيون هذيا، يل بو ميم اكسبورتي، ينجم كيف ينيغوسي، يبيع ويشري في شريان الاسم ده الكذا. دوك ينجموا كي يتلموا برشا فلاحه مع بعضهم، هذا كله فيا لابليكاسيون. سي ان بروجي مازال في بدايته، يظهر لي ناجح لبرا، موجود في فرنسا وغيره، خلينا نشوفوه ونتكلموا على البروجي هذا ومن بعد نرجع نحكيوا عليه، اللي هو اسمه اغروبورس 360. خلينا نشوفوه. المشروع هذا انطلق من 2015، عندنا توا 7 سنوات والحمد لله بدينا فيه المشروع هذايا، وعندنا عدة فروع، عندنا عدة مكاتب، سواء كان في فرنسا، في ألمانيا، في أمريكا، في كندا، عدة بلدان أخرى، والحمد لله في موريتانيا كذلك.
المشروع الحمد لله عنده مردودية ناجحة كبيرة سواء كان في أوروبا أو خارج أوروبا، ونفس الشيء الحمد لله في تونس. بدينا انطلقنا في عدة قطاعات سواء كان في قطاع الأسماك، تربية الأسماك، قطاع الزيوت، في مشروع آخر مع البنك الدولي مع قطاع منتوج الطماطم مثلا. خليني نقول لكم منظومة أجروبوس 360 سميناها 360 لأن فيها الكوتي متاع الأرض الفلاحية، التشغيل، البذور والأسمدة، الماتريال أجريكول يعني التجهيزات الفلاحية، البيع سواء كان البيع عن طريق البلاس دو مارشي هذية ولا السوق الإلكترونية هذية أو قاعة العمليات اللي هي تساعد الفلاح يولي هو يتفاوض على السلعة نتاعو المنتوج نتاعو مع عدة مشترين موجودين في عدة أماكن عالمية. في نفس الوقت البارتي الكوتي هي الجانب اللوجستي اللي هو هام مهم جدا واللي نحن عندنا فيه برشا إخلالات أو مشاكل لتصدير المنتوج نتاعنا. في نفس الوقت الجانب المالي بأي طريقة وكيفاش نخلص أنا كفلاح يعني اليوم السلعة نتاعي ماشية خارج البرة. اليوم الفلاح ينجم يستغل منظومة أجروبوس 360. أول شيء يعمله أنه ينخرط في المنظومة دي يسجل المعلومات نتاعه. تسجيل المعلومات يساعدنا نحن كمنظومة أنه نرسمه خريطة الإنتاج. خريطة الإنتاج هذه باش نبنيه عليها عدة أشياء. أول شيء التشغيل يعني المستحقات والمستوجبات متاع التشغيل. ثاني شيء اللي بزوان يعني المحتاجات الحاجات نتاعه هو في البيبينيير، في اللونغري، في السومونس، في الأسمدة، في الماتريال، في المستحقات الفلاحية، في المنتوج، في الأسواق وين بشي يروج السلعة نتاعه. هو القوة متاع البلاتفورم هذه اني اليوم انا معناتها مسؤول على الشرائط في سنترال داشا في فرنسا ولا في المانيا في بلجيكا اللي انا عندي اكسي المعلومة، عندي انا المعلومة اللي سي فلان وفلان 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 هاو شو بشي ينجو. وقتها انا نبدا نحضر العقود نتاعي انا، ما نخليش روحي الناس هذوما، ما تخليش روحها على الاخر وقت باش تصدر باش تورد. المنظومه دي تساعدك انك انت يعني تحضر المبيعات نتاعك بالمسبق، ما تخليش روحك انت اليوم كيما كل سنه معناتها في تونس معناتها للاسف عندنا انتاج وفير في عده اشياء، في التمور، في الرمان، في البطاطا، وفي نفس الوقت معناتها السلعه تفسد تتلوح. المنظومه دي اول حاجه قبل ما تخلي الشاري يدخل على المنظومه دي تعمل تثبت على المشترين هذوما اللي هما موجودين فعليا، ماهمش معناتها ناس معناتها ديزيسكرو ولا سراق ولا يعني ناس ماهمش معناتها ديفريز اشتور. في نفس الوقت الضامن بالنسبه للشاري نفس الشيء، الشاري يسال سؤال يعني هل الفلاح هذا موجود فعليا؟ هذاك علاش المنظومه هي تكون تعمل الماتشينغ، تعمل تطابق ما بين المتطلبات ولا الشرائات ولا لي بيزوان نتاع الحاجيات نتاع الشارين وفي نفس الوقت نتاع المنتجين. السؤال يتسال شكون يضمن خلاص الفلاح؟ في منظومه أجروبورس عندنا منظومه تثبت يعني الفيزيك يعني الفعلي للمنتوج منين جاء، شنو على لي بيستيسيد ولا لي زونغري وتحطوا في المنتوج هذاك، هذا يتسمى تثبت برودوي يعني المنتوج. وفي نفس الوقت عندنا تثبت المالي. التثبت المالي فاش يتمثل هذا هو انه المنظومه دي تساعد الفلاح وقت اللي يجي ينيغوسي يتفاوض على بيع سواء كان مهما كان المنتوج نتاعو، هي تعمل تساعده انه تكون جميع قواعد الخلاص تكون مضبوطه وتكون سليمه.
علاش قلت لك ان المنظومه دي تساعد الفلاح انه باش يصدر؟ لانها فيها عده مشترين، مش مشترين كلاسيكيين عاديين اللي مسين بهم المصدر التونسي. يعني اليوم ان احنا بفضل المنظومه دي عندنا الضمان انه المنتوج يكون جيد مطابق ولا متطابق مع المواصفات حسب السوق، حاجه اولى. حاجه ثانيه انه وقت اللي باش يخلص المصدر التونسي فما ضمانات تقوم بها المنظومه، منظومه اجروبورس، انها تعمل يعني تثبت انه المشتري موجود. ثانيا طريقه الخلاص تكون يعني موجوده. ثالثا انه فما احترام كامل يعني جميع البروسيدور بتاع التصدير. اليوم تنجم تدخل على اجروبورس 360 للانخراط لتعريف بالمنتوج، لتعريف انك عندك منتوج يصير بعد شهر واثنين وثلاثه، وبحول الله سمينا اليوم عندك عده مشترين باش يجيو ويوفروا لك عده عروض. كان ما فهمتش عندنا رقم موجود في المنصه في agrobus360.com اللي هو سهل على الاخر، تنجم تطلبنا ونجاوبوك على كل الاسئله. وشكرا، بارك الله فيكم. هذه منصه تونسيه 100% مع سياسين جريس اللي هو صاحب الفكره، اليوم يحب يطبقها في تونس، قاعد في الخطوات الاولى، يبدو انه عندهم بعض العقود مع منجي زيت كما هو قال، والتصدير زاد كيف كيف الزيت، قاعدين يحاولوا يلقاو زاد عقود لبرا وكذا. فكره ان توكا في عمومها مش خايب. صحيح وبكر، هي فكره باهيه لبرشا عباد، باهيه للفلاح، خاطر تجمت هيكل السوق وتخلي الاسوام معناتها خلينا نجمو نحكيو شويه على التجاره العادله، ووقت الفلاح يولي معش خماس كلمتك مبكر. كيف كيف بالنسبه للمستهلك حاجه باهيه، خاطر المستهلك تبدا عنده نظره على التوقعات نتاع الانتاج، كون المستهلك ولا حتى الوسيط اللي يشري الواحد، دونك عنده نظره، دونك يجم يخطط على قبل ويعرف شنو يشري وشنو ما يشريش. وحتى بالنسبه للدوله ابو بكر حاجه مهمه ياسر، خاطر تولي عندها بز دو دوني، اللي ما نعرفوا اللي المعلومه هي ثروه، فلوس فلوس ذهب. دونك عندها اون بز دو دوني تخليها تجم تخطط وتقدر تعمل استراتيجيه اللي هي بالنسبه للامن الغذائي نتاعنا والاكتفاء الذاتي نتاعنا. دونك حاجه هي للمنصه هذه. فما تجربه اخرى عملها شاب كيف كيف اليوم مازالت ما لقاتش الضوء، اللي هي حاب يربط الصلة بين المنتج، كان مش يكون ضيفنا اللي كان تعذر عليه، بين المنتج وبين المستهلك ديريكتومون. تعرف السوم اليوم خرج من سيدي بوزيد مثلا خوخ، قداش سومه تباع في سيدي بوزيد، قداش يتباع، ينجموا مجموعه من الناس يعديوا كوموند وتصير ليفريزون نتاع الخوخ للناس هذوكم الكل. معناتها من المنتج الى المستهلك كما بيا اون ابليكاسيون. الناس الكل تكون عندها المعلومه، اسمها فارم في. فوالا نحيوه وان شاء الله ربي ينجحوا. حكايه اخرى توا نحكيو على حكايه اخرى، نرحبوا بسي وهب زويد. مرحبا بك. عيشك. مرحبا بك. اهلا وسهلا. ديريكتور دي زافير في بي دوزام. بي دوزام شنو هي بي دوزام؟ Alors B2M à la base, intégrateur en tant des solutions informatiques ou du système d'information, on travaille beaucoup sur le monde ERP, donc les logiciels de gestion intégrés. Manzouma Maloumati Hemla, elle est la comptabilité, la production, le manufacturing et l'ensemble des modules. Développement informatique. C'est développement ou intégration. Développement interne, propriété intellectuelle interne. Mais nous avons principalement aussi deux gros éditeurs, Microsoft ou IBM. On est Gold Microsoft, on est Silver IBM. Et donc on intègre donc l'expertise, le know-how, le savoir-faire interne. Un bout de logiciel interne, donc la verticalisation d'où agri-industrie, la verticalisation entre l'ERP Microsoft Dynamics dans le monde agricole. شنو علاقتكم بالفلاحة ان طونكو ديفلوبور انفورماتيك؟ شنو علاقتكم بالفلاحة؟ علاش اخترتوا باش تمشيوا للفلاحة؟ كل سوليسيون شي الحل اللي تحبوا تقدموه للفلاحة؟ اوكي واضح. بي دوزيم في من نيسونس نتاعها ملي تولدت ات اون سوسيتي. سو باساج راني با سبونسوريزي، سي با دلا بوب، مش اشهاري. الوغ بي دوزيم ملي تخلقت الي اورينتي اكسبور. On est aujourd'hui un acteur majeur في le Northwest Africa, donc de l'Afrique de l'Ouest ou le subsaharienne ou le Nord-Afrique. Mais l'ouel les clients internes dans le cas où je mets l'industrie de l'agriculture. L'industrie de l'agriculture,
مؤسسه زراعيه، مي كي نقولوا مؤسسه زراعيه فما لو فولي زراعه دونك لو فولي اغريكول لو فولي مؤسساتي دونك لا كونتابيليتي لا جيستيون لو بيلوتاج حسابات حسابات ربح وخساره شنو صرفت وشنو شنو باش ناخذ فما تحويل وفما تحويل صناعي تحويل تحويل وتثمين صناعي ومن بعداش لو كليون دونك لو تايم تو ماركت كيفاش نجاوب على المارشي في اقل وقت كيفاش نجم نبدل الماكينه نتاعي الكل كوميرسيال ماركتينغ كونتابيليتي باش نجم ناخذ لانفورماسيون اون تون ريال اللي تساعدني باش نجم نبيع خير ونبدا متواجد على الاسواق خير في الاغريكولتور لقينا فما دي بيزوان اللي هما كوميم ديفيرون من العالم اللي احنا جينا منه من الاول اللي هو عالم اندستريال بروبرمون دي دونك اندستري سيرفيس اندستري سيرفيس اندستري كيميك فارماسيوتيك انجكسيون بلاستيك اغرو اليمونتير هو بيدو ولقينا المشاكل نتاع الاغريكولتور فما مشاكل في الفولي اغريكول دونك انا شنو نشري لي زانترون لي زانترون قداش باش نترجم له وي سوا قداش باش نترجم في لي زانترون كيفاش تقول بالعربي معناها المدخلات شنو المدخلات المدخلات اي بي ويفهموا الناس يفهموا ويفهم اسمدة اوكي دونك اسم داز الريعه اسم داز الريعه بيستيسيد ادويه الادويه المدخلات 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 ومن بعد عندك لو فولي سويفي اغريكول كل المتابعه الفلاحيه الكل فما تراسابيليتي فما لو كونترول كاليتي دونك دونك تراسابيليتي كونترول كاليتي اللي ناخذ الصابه اللي حاجتي بها فما لو فولي ساعه لا راضي نتاعي ولا مش نتاعي كان مش نتاعي عندي دي كونترا مع دي زاغريكولتور دونك عندي عقود عندي عقود عقود كيرا وانسيتويت اوكي دونك جيتو انتوما عملتوا ربطتوا بين الصناعي والفلاحي وعملتوا حل تكنولوجي صحيح حل تكنولوجي للفلاح خليني وين موجودين وين جربتوهم هذوما في برشا بلدان في افريقيا في الكوت ديفوار في السنغال في بوركينا فاسو في الجزائر في تونس في الفولي اغريكول لا في الفولي اندستريال برشا مي في الاغريكول الحقيقه لا ريت انا بلوكاج معناها عندنا مشكله هون اي مو احنا نعرفوا الفلاحه في تونس عندهم مشكله نتاع عندهم فما عقليه اللي صعيب باش يقبلوا حاجات جدد وتقنيات جدد وتكنولوجيا بتدخل زادة الدولة لازمها زيد توعي أكثر ولا زيد تعمل تشجيعات أكثر باش فما تشجيعات هي؟ فما تشجيعات هو ديجا في القانون الاستثماري ظهر لي 71 نتاع 2016 فما تشجيعات كسوسوا مالية ولا جبائية عندك زادة البلان كان للتكنولوجيا في الفلاحة للتكنولوجيا في الفلاحة المخطط الخماسي زاد المخطط الخماسي 21-2025 كيف فما تشجيعات دونك اي موجودين تشجيعات بكرة ماكش مشكلة غلاء مثلا هل لا سوليسيون اللي تقدموا فيها غالية بالنسبة للفلاحة والى الشركات الفلاحية الموجودة في تونس مش مقتنعين وين الإشكال خلينا نحاولوا نسمعوك خاطر صورنا معك شوية باش نحاولوا نفهموا شنية هالأجري أندستري هذه الأجري أندستري معناها الصناعة والفلاح هكا مع بعضهم أسوسية مع بعضهم خلينا نسمعوك سوا B2M, en deux mots, Fikelim Tinerfef est un intégrateur Gold de Microsoft sur la région Nord-Afrique, Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne. Maujoudine fait à peu près 500 bled Falalam à travers les projets MTN. On a quelques filiales dans le monde également. Et donc, on a choisi, une verticalisation, donc on spécialise dans le monde de ERP. Le secteur agricole et agroalimentaire et on a lancé notre propre solution agri-industrie les cadres à la plateforme ERP de Microsoft donc Dynamics 365 l'agri-industrie donc c'est une solution informatique mandouma malumete metkemna elle est orientée chez les cadres filahia ou chez les cadres agroalimentaires
شو قاعد تخدم كيما نيمبورت كيل سوليوسيون نتاع جيستيون دون لو دومين او ار بي دونك فما لو كوتي الجانب الفلاحي الكل سويفي اغريكول لا جيستيون نتاع لي انتران لي بيستيسيد لي اشا لي الاراضي هما بيد ان مونطون كوتيل لي نوصلوا للمرحله اللي فيها المرحله التجاريه الكونتابيليتي الفينانس اي تو لو كوتي ترانسفورماسيون اندستريال دونك من نبتة كيفاش قاعد تعمل في السويفي نتاعها شنو هو لازمها كوم بيستيسيد قداش الهكتار قداش يطيح من تورناتا السوم نتاع تورناتا لين نمشيو للكونترول دو كونترول كاليتي لو كونترول كاليتي على ديفيرون ايتاب اللي في البروسيس دو ترانسفورماسيون لا ترانسفورماسيون دونك ترانسفورماسيون اندستريال هي بيد واللي من كيفاش من السكر ولا من القطن تخرج للاكسبور نتاعك لا جيستيون دو تو لو فولي نتاع exportation donc ou les relations avec les acheteurs en passant par le shipping donc التسويق الكل ou là فما المحاسبة للكونتابيليتي الفينانس trésorerie ou l'amour هذيك الكل نتاع les modules les screens في le ERP الكل. Donc سواء موجودين في الأفريق في أفريقيا في عدد دول أفريقية مع مؤسسة كبيرة مع مستثمرين كبار وفي خاطر على حسب ما نعرف الرقم مانيش باش نقوله رقم يعتبر مرتفع شوية هل أنه هذا الإشكالية يعني ما تخليش شركات كبيرة في تونس يعني ممكن نقوله اليوم عنا المصنعين مثلا جو برون ناخذ طماطم مثلا طماطم الإيكوسيستم تاع الطماطم الكل مربوط بالمعامل دونك الفلاحه سيتي دي كونترا دو برودكسيون معناها هي عقود انتاج موجوده بين المعامل وبين الفلاح السيستم هذا نجم يكون موجود نجم يشتريه 100% 100% علاش فما مشكل شوف يظلي سي فما حاجه نتاع اون استراتيجي اللي فما استراتيجيه اللي احنا مشينا برشا للاكسبور من الاول اول حاجه تخدموا على افريقيا نخدموا على افريقيا على الاوروب زاده سور لو فولي ايجالمون سور دوتر فولي في الاو ار بي اليوم في تونس يظلي المشكله فما مشكله نتاع اسوام متى اللي كمان بالنسبه للمؤسسه الصناعيه ولا مؤسسه زراعيه في تونس اللي لو تيكي دونتري دونك قداش لازمك مينيموم دانفستيسمون قاعد طلع شويه متى في الار بي من قاعدين نحكيوا على دي لوجيسيل دان سيرتان نيفو دو بري ماهوش في ماهوش بزوز ملايين و3 ملايين و10 ملايين تنجم تعمل سوليوسيون اول حاجه ثاني حاجه جو بونس اللي فما مشكله نتاع ماتوريتي اوسي ماتوريتي ماناجيريال في الشركات متى انا في شنو نحب نوصل وشنو نحب نعمل متى اليوم اللي نراو فيه اللي في الشركات المتواجده في تونس قاعدين مازلنا في المشاكل الاولانيين بكل في الزراعه نتاعي في المشاكل نتاع الاسوام نتاعي في نلقى كليونات البرا ولينا نلعبوا في لعب في دومين واحد اخر قاعدين نحسنوا في الكاليتي قاعدين نلعبوا في دي زاكتور انترناسيونو في كليوناتنا عندنا جماعه كي سون سوا دي بورس انترناسيونال اللي وقت يتبدل با لو دروا ليرور كو ما عندهمش با لو دروا ليرور يعديني سي يعديني ما عندهمش الحق في الغلطه اللي نحكيو مثلا على التكلفه قداش تكلف التورناتا ما نجموش نحكيو على ابروكسيماتيف نتاع والله بالتقريب تكلفت لي سي كنا نعرف روحي قداش تكلفت لي في التكلفه هذيك شنو عندي لو كو اغريكول دونك كاش نجم نحسن كاش نقص في نجم نحسن في نجم نعمل ايباري تبدلت حاجه في المرشي دولار طلع دولار هبط كيفاش ياثر على المنتوج نتاعي كيفاش ياثر على المنتوجيه والمردود نتاعي انا المردود اوسي بيان فينانس كو اغريكول بروبرمون دي اي دونك اليوم يظهر لي مازلنا ماناش برشا في النيفو هذايا وتقعد ديما اللي انا ريت وقدمنا في المرشي مشكله سوم مشكله سوم ومشكله ماتوريتي كما قلت لك من الاول برينسيبالمون جو بونس لي دو فران بارابور لادوبسيون مانيش حاضرين مانيش قابلين نتصور انا كان يجي فما شيء ب 100000 ولا 150000 ولا 200000 ولا قداش هو حاجيته معناها نحكيو اون ميلي دورو نعرف أيه مثلا فما شركات بعد سامحني بعد ينجم ما يتخلى عليها ما يخدمش بها خاطر ينجم ما يتخدمش عليها يلقى السيرفيس اللي هو غالي ما تجي اليوم مثلا جو دي نابورت كوا البرا تحكي لو جوغوم ب 800 و 700 و 600 يورو سباس على خاطر لي كونكورون تاعنا فرانسيس امريكان دونك سي سا لو بري هذاك هو السوم اليوم في تونس ساعات نلقى روحي في مشاريع اللي الاسوام كنت اعطيهم في 2001 اول ما بديت نخدم
وما عادش معناتها فما مشكله ريالمون دو برايسينغ لا كومبيتيسيون تير فير لو با اوسي شويه جو بونس ان غير دو بري دونك حرب على الاسوام اي دو لوتر كوتي مادام ماكش في النيفو دو فولوار piloté l'entreprise نتاعك كيما انت تحب دونك تعرف الديتاي نتاع الديتاي ان طون ريال شنو صرفت شنو عملت شنو البرودكتيفيتي نتاعك ناقصك شنو خرج شنو واش عندك ستوك كذا تسرقش ما تسرقش وين تصرف وين تحط وين كل هذيك كل اللي كانت تبدل الحاجه في المارشي كيفاش تنجم تمباكتيك انت كيفاش تنجم انت تتغير مع المعطيات اللي في السوق معناتها المعطيات اللي في السوق نحكي على المعطيات تجاريه ماليه قانونيه ترانسبور اكسترا اي نعم حبيت نقول فما كلام ما نجم نقوله هو تو مثلا عندنا بعض الشركات كيما من غير ما نسمي وقتها شفنا في الجي دي ا مبكر في قبلي اللي عندهم برشا عقود معناتها عقود مع فلاحه وهما وهذوما شركات يصدروا التمور دونك الكلام اللي كنت تقول فيه هذا كل داخل فيهم يحسبوا التكلفه وال دونك سا سري بوتيتر انتريسون كان تتعاملوا معاهم سينو فكرتي الاخرى علاش ما يتعاملوش مع الشركات التعاونية والمجامع التنمية الفلاحية يظهر لي حتى يوليو موجودين حتى يوليو موجودين وزاد حتى يولدوا يسميهم مش نفس الـ هو تصديقا لقولك ألفا فما اون سوسيتي اليوم كي في الموند نتاع دقلة في تونس اللي يخدموا معنا دكو فوالا وفات واللي قاعدين نستعملوا في اللوجيسيال مي سي اون ريفيرونس في الاجريا نحكي على نفس الشركه حتى شفتهم كيفاش يخدموا في الخدمه دونك انا اون بون ريفيرونس اللي قاعد تدور بالكدا مي بار لا سويت مادام على بوجبل تو سامبلومون لا مش بوجبل سي ان كونكورون بوجبل سي ان كونكورون بوجبل سو كو نوز افون غاليني دونك لا الغوز دو سابل سميه مانيش مشكل لا غوز دو سابل لا غوز دو سابل اوكي تحياتي ليه دونك وغاديك قاعدين نراو في الامباكت نتاع الاو ار بي معناتها الامباكت كيفاش قاعد تجري كيفاش قاعد تصنع كيفاش لو كونديسيونمون كيفاش لو برودكتيفيتي كيفاش تحضر السيزون تاعك كيفاش تسهل عمليه البيوع كيفاش تعطي لانفورماسيون اوتيل ان طون ريال للكليون تاعك معناتها الكليون تاعك اليوم سوبر مارشي شين دو ديستريبيسيون يحب يعرف سلعته اليوم فين وصلت وقتاش تجي للبرط ما تقعدش مثلا في افريقيا دو لويست وفات لافريك دو لويست ان سارتان مومون لافكتاسيون معناها كيفاش نجيب السلعه نتاعي والبرودوي من ديفيرون زون عندي لو ديبو كال نتاعي وقت اللي تجيني الكماندا ما نقعدش وقتها نفركس في الترونسبور مي ديبو كال قاعد تخرج لانفورماسيون كونسوليدي نعرف السوم نعرف التو تشانج نعرف فين بابور فين مورك سولون كيل كونترا دو شيبينغ نجم ناتي لو سويفي للكليون تاعي يشوف في السلعه نتاعو فين موجوده ان طون ريال اي تو سا عنده سوم معناتها عنده سيرفيس مادام قاعد توفر ان سيرفيس عنده سوم بارابور للكليون فينال اي لو كليون فينال كي دوفيان بلوز اكزيجون اي دونك اوتوماتيكمون لا شين من تالي كلها دوفيان بلو ريغوروز ان تيرم دو جيستيون هذه يمكن شويه من التكنولوجيا في الفلاح على خاطر فما اليوم الخدمة على الدران الخدمة على المداوات بالليكوبتر الخدمة على برشا حاجات نذكر فما برشا أفكار ومشاريع في التكنولوجيا تدخيل التكنولوجيا في الفلاحة اللي ولات ضرورية اليوم اللي يحط الليكابتور يبعثوا معطيات معطيات هذوك يمشيوا لساتيليت ساتيليت هذاك ينجم يعطيك تصويرة في الوقت هذاك ينجم يحللك المرض اللي عندك في النبته نتاعك كل شيء. فما ستارت اب تونسيه بالتصويره تصور تعرف شنو هي تعمل كارتوغرافي معناتها وتعرف شنو هو المرض وشنو الدواء لازم يتعطى. وتعطيك شنو هو التريتمون دونك فما برشا افكار هذه عينه حبينا نوعوا دونك حبينا اسونسيلمون الرقمنه في المعاملات في الفلاحه ما تخليناش في الجانب هذاك نتاع المداوات وامراض والماء واش ناقصه كذا واش ناقصه هنغري على فكره في تونس اكتشفتها قريتها البارح عندنا 40 ستارت اب في مجال الاجريكولتور في تونس دي جون ستارت اب ربي يوفقهم يعطيك الصحه سي وهاب بارك الله فيك لكم التوفيق بدوزان عايشك ان شاء الله تمشيوا اكثر في الافريك ما يسالش حتى في تونس ان شاء الله ميساج في تونس من المشكله لازمك تكبر باش تنجم تتعامل معهم كي تتعامل مش تتعامل معهم باش تكبر لا تنجم زوز لا صحيح زوز لا مش صحيح مش صحيح على خاطر اليوم كي نشوف لي ريفيرونس نتاعنا فما كليونات بداو معنا صغار وغراس على ار بي كبروا على خاطر قد ما تبدا عندك لانفورماسيون اوتيل قد ما عندك الديسيزيون نتاعك صحيحه على قد ما تنجم تكبر باش تاخذ ديسيزيون صحيحه لازم تكون عندك انفورماسيون فيابل
disponible, réel et authentique. بارك الله فيك سيوهاب. يعيشك سيدي. شكرا. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. كيو على الزراعه التكنولوجيه ولا شو تسمى الزراعه الرقميه ولا سميها تحب لاجري تيك اون توكا تجارب في فلاحه ذكيه. فلاحه ذكيه. ترجمة اصح بتات الفلاحه الذكيه في العالم والتكنولوجيا في الفلاحه في العالم. تقرير عبد السلام اهرشي. برشا ما يعرفوش انه العالم اليوم يعيش في اسرع وتيره متاع تطور في التاريخ. مصدر السرعة في وتيرة التطور هذه هو التكنولوجيا. التكنولوجيا اليوم مست جميع مناحي الحياة متاع سكان الأرض ودخلت في جميع المجالات الاقتصادية وليت بشوية بشوية حاجة مرافقة للإنسان في حياته اليومية. واليوم ولات حاجة ما ينجمش يستغنى عليها الإنسان لأنه بلاش بيها حياته باش تولي صعيبة برشا. واحد من المجالات الاقتصادية اللي استفاد برشا من الثورة التكنولوجية هو قطاع الفلاحة. اليوم ولينا نشوفوا روبوات تجني في الغلة والزيتون، ولينا نشوفوا أراضي تتحرث عبر التحكم من الأقمار الصناعية، ولينا نشوفوا الذكاء الاصطناعي كيفاش يخدم ميكانيزمات الري بالاعتماد على الداتا اللي تجيه من الأقمار الصناعية اللي تراقب في التغيرات المناخية. لكن تبقى الزراعة الرقمية من أهم الحاجات اللي عاشتها الفلاحة. شنو هي الزراعة الرقمية؟ الزراعة الرقمية هي الزراعة التي تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وبيانات الأنظمة البيئية باش تقدم المعلومات والخدمات للمزارعين في الوقت المناسب وتطورها، وتهدف لأن الزراعة تولي عملية مربحة ومستدامة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، وتقديم طعام آمن ومغذي وبأسعار معقولة للجميع في الوقت نفسه. حسب اللي صاير اليوم يبدو أن الزراعة الرقمية أمر لا مفر منه، وأنه أي فلاحة في أي بلد في العالم إذا تحب تطور يلزمها تمشي المنحة الزراعة الرقمية مع اعتماد أنظمة الري الدقيقة واستخدام التطبيقات والآي كلاود وحساب المعادلات اللي تخلي الفلاح يعرف بالضبط وقتاش وقداش وين بالضبط يلزم يسمد الأرض متاعه. إذا باش نحكيه على الأرقام فإنه ثم دراسة أنجزتها شركة الاستشارات الاستراتيجية وأبحاث السوق بلو ويف كونسلتينج على أنه قيمة السوق العالمية للزراعة الرقمية وصلت 4770 مليون دولار أمريكي عام 2020، والتوقعات تقول أنها باش تتجاوز 10000 مليون دولار أمريكي بحلول 2027 بمعدل نمو سنوي يقدر ب 12.7% اللي هو يعتبر معدل كبير برشا بسبب زيادة الطلب على الغذاء والاستعمال المتزايد للتكنولوجيا في الزراعة، فضلا على التوفير الكبير في تكاليف الانتاج بتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة. سوق الزراعة الرقمية تسيطر عليها أوروبا وفي المرتبة الثانية تجي الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت محاولات للنوع هذا من الزراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر هولندا أكبر دولة رائدة في مجال الزراعة الرقمية وتمتلك أكبر مزارع العالم الرقمية وتسيطر على أكثر من ثلث تجارة بذور الفواكه والخضروات العالمية وتعد أكبر مصدر في العالم للبطاطا والبصل. تونس بدأت شيئا فشيئا تقتحم في النوع هذا من الزراعة، والبداية كانت بالقمر الصناعي تحدي واحد اللي تمكن في الأشهر الفارتة من إطلاق أول عملية ري بالاعتماد على المعلومات اللي جاية من الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى عدد كبير من منصات وتطبيقات تم تطويرها من أجل تسهيل جميع مراحل الإنتاج والتسويق. لكن المحاولات هذه تبقى ضعيفة إذا لم يتم تبني التكنولوجيا كاستراتيجية دولة لتطوير القطاع الفلاحي. شكرا. كان هذا تقرير عبد السلام حول التكنولوجيا في مفهومها العام في الفلاحة. فاصل قصير ونرجع معكم نواصل في برنامج الثانية. مرحلة التزهير هي مرحلة حساسة ومهمة في تحديد المردودية والجودة متاع المنتوج. باش ننجحوا المرحلة هذه لازم نطبقوا الإرشادات التالية: أولاً نعدلوا الري، ثانياً ما نكثروش من مادة الأزوت، وثالث حاجة نحسنوا من خصوبة النوارة في مرحلة 20% تزهير باستعمال أوليتار بوروني كرش ورقي بكمية 1 لتر في 400 لتر ماء، وفي مرحلة العقد نستعملوا كالسيوم بار بنفس الكمية باش تكون عملية الرش الورقي ناجعة. من المستحسن نقوموا بها في ظروف مناخية مناسبة، يعني درجة الحرارة معتدلة ويكون ما فماش ريح. التوين
ننسى كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميجا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توصر تن البدر وهل يخفى القمر؟ We'll be right back.